استاذ شريف شايل لك السؤال ده من قبل ما تيجي، يعني شايله في صدري عشان شايفه من الصبح. انا قريت خبر النهارده ان كلاتنبرج راجل المحترم الانجليزي المحترم اللي جاي يطور التحكيم المصري، قريت خبر انه مش هيختار الحكام في الدوري المصري، مش هو اللي هيختار الحكام. عدى عليك الخبر ده؟ بص يعني اولا انا مع الفكره دي ان احنا نجيب حد، لان التحكيم بيعاني. اي نعم هو الحيطه المايله وكل الكوارث بتتحط على شماعه التحكيم والكلام ده كله، بس بيعاني. ماشي. وعندنا ازمه كبيره جدا 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 في التعامل مع الفار. وطلعنا بقى روح الفار وروح البروتوكول ومش عارف ايه والكلام الكتير ده اتقال ماشي، وحاجات ما شفناهاش قبل كده يعني. ماشي. او ما شفناهاش في حته في العالم يعني. خلاص. وازاي نتعامل مع الفار؟ فكان لازم يجي حد خبير محايد بقى. صح. لا يعرف سين ولا صاد عشان ما نخشش في النوايا. ماشي. بقى طبعا اللي انا سامعه وشايفه ومتابعه ان حتى الحكام اللي كانوا مختلفين مع بعض، او اللي هم قدام الحكام اللي كانوا مختلفين مع بعض، اتحدوا دلوقتي عشان يبقوا ضد الراجل. فيتوقع يعني متوقع ان الراجل ده هيفشلوه او هيفشل يعني. هم فشلوه هو لان ما حدش هيساعده. خلاص. اللي سعداء بالتجربه اللي بره الموضوع، بره اللجنه وبره الموضوع، او اللي هم ما عندهمش تطلعات ان هم او طموحات ان هم يمسكوا اللجنه، بره ما يسمى باسره التحكيم. انا ما شفتش اسره قبل كده، بس هي اسمها اسره التحكيم. لا هم طبعا عندهم مشاكل كتيره جدا. طبعا التحكيم في مصر الحلقه الاضعف، اسره مع بعضين ماديا وفنيا وتدريبيا ومراجعه والكلام ده وقانونيا كمان. فهي يعني دي ازمه من الازمات المهمه جدا جوه الكره المصريه، واللي اثرت بشكل كبير حتى مع لاعبتنا وهم بيلعبوا في البطولات بره. صحيح. بص لان هم بص انت جبت ايه؟ بيلعبوا هم بيلعبوا في البطولات. جاب هنا اخطر حاجه يعني. وانت بتلعب في بطوله امم افريقيا بص مفيش حد بيحسس عليك. لكن هنا يعني حد عمل لك كده. ايه ده؟ يعني النهارده في اخطاء تافهه جدا للكابتن محمد عادل، بس بسيط. ما بتتحسبش. يعني الكره دي في اوروبا ما بتتحسبش. كتف الكلام دوت ما بتتحسبش الحاجات دي. فبتيجي تخرج بره تلاقي اللعيب بيعترض على حاجه زي دي. ما هو انت الحكم اللي بره ده فاهم ان دي لعبه عاديه جوه الكوره. ده صراع على الكوره. ماشي. فانت عندك ادي اول ازمه. ازمه ثانيه التعامل مع الفار. احنا لحد الان مش فاهمين الناس دي بتتعامل مع الفار بايه، وامتى تتدخل وامتى ما تتدخلش والكلام ده. كل واحد يقولها يعني بيخترع من دماغه قوانين ولوائح للتعامل مع الفار. يعني في ازمه كبيره، وامتى تخش وامتى تحسب وامتى تتدخل والوقت حتى.